الشتاء، الضيف الثقيل قد حل، الثلج الأسود قد أتى، الأمطار الغزيرة والرياح القاسية، أخالها عقاب لأطفال لم تشعر بالدفء يوما، لعجوز أهانه العمر بدل أن يكرم، لأم وأب جعلوا جلودهم معطفا ليدفئوا به أولادهم. هذه هي معاناة النازح السوري، ليست بمعاناة جديدة، فمنذ أكثر من 5 سنوات والمعاناة مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم. وفي كل بداية فصل شتاء تنطلق المناشدات لإنقاذ أهالي المخيمات. ما فينا نعتبر هالموضوع مجرد كلام وبيمرق. الشخص الموجود داخل المخيم إنسان، إنسان حقه يعيش حياة كريمة. رسالة للجمعيات الإنسانية والجمعيات الخيرية وكل إنسان رب العالمين عطيه من خيره، ولكل شخص قادر يساعد. الخيار مش بإيد النازح هالمرة، الخيار بإيدكم أنتو. زرت سوريا 3 مرات بالضبط إلى مخيمات النازحين بإدلب، رأيت عن قرب معاناتهم ورأيت كيف يعانون في الشتاء. الشتاء هناك ليس كأي شتاء، شتاؤنا يختلف تماماً عن شتاؤهم، والذي رأى ليس أبداً كمن سمع. حينما ذهبت رأيت أناساً وأطفالاً أبرياء، لكنهم يعيشون ظروفاً صعبة مؤلمة وقاسية جداً. هناك أناساً تموت من شدة البرد، وهناك أناس كل همهم وحياتهم وتحديهم الأكبر أن يبقوا على قيد الحياة لنهاية اليوم. وحينما يأتي نهاية اليوم وقد فرحوا بهذا الإنجاز، همهم وتحديهم القادم أن يبقوا أحياء إلى اليوم الموالي وإلى صبيحة اليوم التالي. هذه هي الحقيقة المرة لإخواننا السوريين النازحين في إدلب والذين يعيشون في مخيمات اللجوء. الحياة صعبة هناك، تختلف تماماً عن الحياة التي نتصورها بأنهم يعيشونها. يحتاجون لأشد الحاجة لمصدر دفء معين، ويحتاجون لأشد الحاجة إلى الغذاء والطعام. الحقيقة هناك الكثير من المساعدات تقدم لهم، ولكن نحتاج فعلياً إلى حلول جذرية لمساعدتهم على عيشهم حياة كريمة وأفضل، لأن هذا حق من حقوقهم، فهم لم يختاروا أن يعيشوا معاناة، ولم يختاروا أن يعيشوا تلك الحياة، ولا الأطفال اختاروا أن يولدوا في تلك البيئة، فمن حقنا ومن حقهم أن نساعدهم. فالمسلمون إخوة، ومسلمون هم يد واحدة، فعلينا فعلياً تقديم يد العون للمؤسسات والمنظمات ومناشدتهم لإيجاد حلول جذرية للوضع الذي هم يعيشون فيه. عمل المنظمات عم يفرض علي اني اتنقل بين الخيام بشكل كبير. اليوم انا متواجد بمخيم مثل ما انكم شايفين، الحيطان اسمنتي، السقف عم بيكون اما من عازل نايلون او عم بيكون من قماش. طبعا هذا العازل ما بيوقي من برد الشتاء. هاي 12 سنه نحن صرنا ولسه الخيمه ما انهدت، لسه الماساه مستمره. مجرد انك تقول الشتاء يعني المشاعر الدافئه، المشاعر الدفينه اللي تكون مخباية لازم تطلع بالشتوية. إلا بسوريا 12 شتوية مرت على السوريين من القهر والألم والوجع، ولكن ومع كل هذا شتاء عام 2022-2023 هو الشتاء الأكثر، الشتاء اللي يحمل فيه القهر والألم والوجع. تخيل اليوم أنت كرب عائلة أو رب أسرة ما لك حسنان تأمن ولا وعود حطب، ما لك حسنان تأمن طلابتك أغذيتك. فعلا هو شتاء قاسي وفي كمية كبيرة من الوجع والقهر. وعلى مسافة ليس ببعيدة عنا هناك من لا يجد أبسط مقومات الحياة من الفقراء في فصل الشتاء، الذين يسكنون الخيم ويصارعون أمعاءهم الخاوية بأجساد أنهكها البرد، برودة قاسية تتسلم من كل مكان إلى داخل الخيم، فلا يملك رب الأسرة مما يشعل به نارا لتدفئة أطفاله. أفما آن الأوان لنتحرك ولو بالقليل لنساعد الفقراء في فصل الشتاء بتقديم ما تجود به النفس من مال أو ملابس وأغطية زائدة عن الحاجات، فلازم نكون إيد واحدة ونساعد المحتاجين اللي موجودين بالخيم، لأنهم من حقهم يعيشوا، هن إنسان مثلنا مثلهم. فبوجه رسالة للجمعيات الإنسانية والجمعيات الخيرية وكل إنسان بيقدر يساعد ولو بجزء بسيط ممكن يساعد هذا الطفل الصغير المسكين اللي عايش تحت الخيم.